إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات ليتوبوا إلى الله جل وعلا ويتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا الثالث عشر من لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع هذا المشهد المهيب الكريم، حينما يأتي الحق جل جلاله إلى أرض المحشر إتيانا يليق بكماله وجلاله، مصداقا لقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يضع الحق جل جلاله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول سبحانه: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم فأنصت اليوم إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهما يبدأ الحساب للعباد، وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع هذا المشهد الرهيب المهيب في العناصر التالية: أولا، لا ظلم اليوم. ثانيا، العرض على الله وأخذ الكتب. ثالثا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يسطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه حليم كريم رحيم.
اولا لا ظلم اليوم ايها الاحباب الكرام، والله لو عذب الله اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، والله لو عذب الله اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فهم عبيده في ملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولكنه جل وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي ذر عن الحديث النبي عن رب العزة في الحديث القدسي، قال تعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا عدل لطيف حليم كريم، لا يظلم احدا من خلقه ولا يظلم احدا من عباده. ولذا فان الله جل وعلا يحاسب العباد يوم القيامة وفق القواعد التالية. القاعدة الاولى: العدل التام الذي لا يشوبه اي ظلم. هذه هي القاعدة الاولى: لا ظلم اليوم. العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله حسيبا. اعلم بأنك لن تعرض على محكمة كمحاكم الدنيا، ففي محاكم الدنيا قد يجيد المحامون التزوير والتحريف، او قد يجيد المحامون اقامة الحجة للخصم فيخرج، وربما يخرج الخصم وهو مدان. ولكن اعلم بانك يوم القيامة سيتولى حسابك من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: ويوم نسير الجبال فترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالمقصود أن عمل ابن آدم كله محفوظ ومسطور في كتاب عند الله جل وعلا، لا يضل ربي ولا ينسى. واعلم بأن ما نسيه الإنسان لا ينساه الرحمن. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب
لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاه تلعب والروح منك وديعه اودعتها فتردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب فما نسيه الانسان لا ينساه الرحمن فالقاعدة الاولى هي قاعدة العدل قال جل وعلا ان الله لا يظلم مثقال ذرة القاعدة الثانية الا تزر وازرة وزر اخرى لا تؤخذ نفس بذنب نفس اخرى بل ان كل نفس تؤاخذ باسمها وتعاقب بجرمها وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال سبحانه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فلا تتحمل نفس الذنب نفس أخرى كلا بل سيمر الولد يوم القيامة على والده فيقول له والده أي بني أنا أبوك أعطني حسنة من حسناتك فلقد كنت لك نعم الأب فيقول الابن لأبيه نفسي ويقول الابن لأمه نفسي وكيف لا وقد قال كل نبي من الأنبياء في هذا اليوم العصيب نفسي 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 إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فالقاعدة الثانية أن لا تزر وازرة وزر أخرى القاعدة الثالثة إعذار الله لخلقه هذه هي قواعد العدل التي سيحاسب الله بها عباده يوم القيامة إعذار الله لخلقه الله جل وعلا هو الحكم العدل هو اللطيف العليم الخبير هو الذي يعلم ما عمل العباد من يوم أن خلقهم إلى يوم أن قبضهم ومع ذلك فمن عظيم عدله وعظيم فضله أنه يعرض أعمال العباد عليهم يوم القيامة حتى لا يكون لأحد عذر بين يديه جل وعلا قال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه
والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: علمت نفس ما أحضرت. وقال جل وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فالله يقيم الحجة على خلقه في الدنيا، بل ويبين ويعرض عليهم أعمالهم في الآخرة، حتى لا يكون لأحد عذر بين يديه سبحانه. القاعدة الرابعة: إقامة الشهود على العباد. وأعظم شهيد على العباد يوم القيامة هو الملك الذي يعلم السر وأخفى، وعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. الله جل وعلا هو أعظم شهيد علينا يوم القيامة. قال تعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم الرسل، تأتي الرسل فتشهد على جميع الأمم، وتأتي أمة الحبيب لتشهد على جميع الأمم. يشهد كل رسول على أمته، وتشهد أمة الحبيب على جميع الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى مخاطبا حبيبه المصطفى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا رب. فيقول الله جل وعلا: يدعى قوم نوح، ويقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. يقول المصطفى: فتدعون فتشهدون له، ثم أشهد عليكم. فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم تشهد الملائكة. قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم تشهد الأرض بما عملت على ظهرها من طاعات وسيئات. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال المصطفى: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، فتقول: يا رب، لقد عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها. فيجادل العبد اللئيم ربه الكريم، ويقول العبد: يا رب، أنا أرفض هذه الشهادة وأرفض هؤلاء الشهود. يا سبحان الله، يظن أنه في محكمة من محاكم الدنيا. يقول العبد اللئيم لربه الرحيم الكريم: أنا أرفض هذه الشهادة ولا أعترف بشهادة هؤلاء الشهود. كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوما فضحك لأبي هو وأمي، ثم قال لأصحابه: لم لا تسألون مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال المصطفى: أضحك من مجادلة العبد لربه يوم القيامة. يقول العبد لربه: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى، قد أجرتك من الظلم. فيقول العبد: فإني لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله سبحانه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيختم الله على فيه، على فمه، على لسانه الذي تعود الجدال والكذب واللؤم والنفاق، يختم الله على فيه:
ويأمر الله أركانه وجوارحه أن تنطق فتشهد عليه جوارحه وأركانه، فإذا خلي بينه وبين الكلام سب ولعن أركانه وقال لها سحقا لكن سحقا لكن فعن كن كنت أماضل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. إقامة الشهود هذه هي قواعد العدل. القاعدة الخامسة والسادسة لأهل التوحيد والإيمان، أسأل الله أن يختم لنا ولكم به. القاعدة الخامسة وتذكرها جيدا مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله سبحانه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يضاعف الله الحسنة في الدنيا إلى عشرة أمثالها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وحسن الحديث شيخنا الألباني من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها. الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها.
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تدبر معي أيها الحبيب الكريم، بل قد يضاعف الله الحسنة إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بل قد يضاعف الله الحسنة إلى أكثر من 700 ضعف. فهناك من الأعمال ما لا يعلم ثوابها إلا الله. قال تعالى في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولك أن تتصور الجزاء من الواسع الكريم جل جلاله. والصبر قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان القاعدة 6 والأخيرة في عنصرنا الأول لا ظل اليوم هي تدبرها: تبديل السيئات حسنات. لعباد الرحمن من المؤمنين والموحدين قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار دخولا من النار رجل يؤتى به فيقال: اعرضوا عليه صغار جنوبه وارفعوا عنه كبارها. يقول الحق جل جلاله لملائكته: اعرضوا عليه صغار جنوده وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار جنوده فيشفق ويقال له: لقد عملت كذا يوم كذا وكذا. فيقول: نعم. يقول مصطفى: لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه. وفي هذه الحالة الرهيبة من الرعب والفزع يقال له: ان لك مكان كل سيئة حسنة. الحديث في الصحيح مسلم يقال: أنا مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم في الوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من موقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال المصطفى: إنما ذلك هو العرض،
ليس ذلك هو الحساب يا عائشة، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب، سينادى عليك ليكلمك الله. كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ينادى عليه، تنادي الملائكة: أين فلان ابن فلان؟ من؟ هذا هو اسمي. فإذا تيقنت أنك أنت المطلوب قرع النداء قلبك، فاصفر لونك وتغير وجهك وطار قلبك، وقد وكلت الملائكة بأخذك أمام الخلق أجمعين على رؤوس الأشهاد، ويرفع الخلائق جميعا أبصارهم إليك وأنت في طريقك للوقوف بين يدي الملك، وتخطى الصفوف يا عبد الله. وأسألك بالله أن تتصور هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلوب، وتخطى الصفوف، صفوف الملائكة، صفوف الجن، صفوف الإنس في أرض المحشر، لترى نفسك واقفا بين يدي الحق جل جلاله ليكلمك الله، لتعطى صحيفتك، هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسرتها، فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطتها هنا في دنياك من طاعة مولاك. فإذا كان العبد من أهل السعادة، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، إذا كان العبد من أهل السعادة ممن رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة، أعطاه الله كتابه بيمينه وأظهر له في ظاهر الكتاب الحسنات وفي باطنه السيئات، فيأمر العبد أن يبدأ فيصغر السيئات، فيصفر لونه ويتغير وجهه ويخشى والعياذ بالله. فإذا ما أنهى قراءة السيئات وجد في آخر الكتاب، إنه عبد مؤمن لله، وجد في آخر الكتاب: هذه سيئاتك وقد غفرتها لك. فيتهلل وجهه ويسعد سعادة لا يشقى بل لن يشقى بعدها أبدا، ويواصل القراءة حتى إذا ما وصل إلى آخر الكتاب قراءة الحسنات، فازداد وجهه إشراقا وازداد فرحا وسرورا، وقال له الملك جل جلاله: انطلق إلى أصحابك وإخوانك أي من أهل التوحيد والإيمان، فبشرهم أن لهم مثل ما رأيت. فينطلق وكتابه بيمينه، والنور يشرق من وجهه ومن أعضائه، يقول لأصحابه وخلانه: ألا تعرفونني؟ فيقولون: من أنت؟ لقد غمرتك كرامة الله. فيقول: أنا فلان، أنا فلان ابن فلان، انظروا هذا كتاب يميني، اقرأوا كتابي، اقرأوا هذا الكتاب معي، شاركوني السعادة والفرحة، انظروا هذا توحيدي، وهذه صلاتي، وهذه زكاتي، وهذا حجي، وهذا بري بوالدي، وهذه صدقتي، وهذا إحساني للجيران، وهذا ولائي وبرائي، وهذا بغضي لأعداء الله، وهذا توحيدي لله، وهذه أعمالي، وهذه دعوتي، وهذا أمري بالمعروف، وهذا نهي عن المنكر، وهذا بعدي عن الغيبة والنميمة، وهذا بعدي عن ظلم العباد. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن كانت الأخرى أعاذني الله وإياكم من الأخرى، إذا كان العبد من أهل الشقاوة ممن غضب الله عليهم في الدنيا والآخرة، ينادى عليه: أين فلان ابن فلان؟ وسبحان من لا تختلف عليه الأصوات،
ولا تشتبه عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأسماء والصفات. أين فلان ابن فلان؟ من؟ هذا هو اسمي. ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ هلم إلى العرض على الله جل وعلا، فتخطى الصفوف ليرى نفسه بين يدي الله، فيعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فيقرأ يسود وجهه، ثم يكسى من صراديل القطعان، ويقال له انطلق إلى من هم على شاكلتك، فبشرهم أن لهم مثل ما رأيت. فينطلق في ارض المحشر وقد اسود وجهه وعلاه الخزي والذل والعار، وكتابه بشماله وكتابه من وراء ظهره. فينطلق فيقول لحلانه من هم على شاكلته، الا تعرفونني؟ فيقولون لا، الا اننا نرى ما بك من الخزي والذل، فمن انت؟ فيقول انا فلان، وهذا كتابي بشمالي، ولكل واحد منكم مثل هذا. يصرخ في ارض المحشر فلقد شقى شقاوة لا يسعد بعدها ابدا، يصرخ باعلى صوته ويقول يا ليتني لم اوت كتابي، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليت يا كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فولوه، خذوه فولوه، خذوه فولوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذروها ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون. ولله در قائل مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا طلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا بدون مغن، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، اقرار من عرف الاشياء عرفانا. نادى الجنين خذوه، نادى الجنين خذوه، نادى الجنين خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصان النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. واخيرا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وارسلوا الحديث في عجالة سريعة الى ما بعد جلسة الاستراحة
وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذه صورة مصغرة على قدر جهلي أقدمها لحضراتكم عن الحساب، ولك أن تعيش بقلبك وكيانك كله هذا المشهد الذي يكاد أن يخلع القلوب، هذا إن كنا ممن يحمل في الصدور القلوب. فإنه لا يتأثر بموعظة ولا يستجيب لآية أو حديث إلا من كان له قلب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من الناس الآن يتحرك في هذه الدنيا وهو لا يحمل قلبا، لقد مات قلبه منذ زمن، كفن منذ أمد، يسمع القرآن يتلى ولا حياة لمن تنادي، يسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يسخر ويهزأ بمذكره. فيا أيها الأخ الكريم، حاسب نفسك الآن قبل أن تحاسب بين يدي الرحمن. قال عمر، والأثر رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. حاسب نفسك الآن أخي الحبيب، واعلم بأن النفس أمارة بالسوء، ولقد فصلت ذلك في خطبة مستقلة كاملة. لقد وصف الله النفس في القرآن بثلاث صفات، ألا وهي المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. المطمئنة هي التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمصطفى رسولا. المطمئنة هي التي اطمأنت إلى وعد الله ووعيده، هي التي اطمأنت إلى ذكر الله وعبوديته، هي التي تشتاق دوما للقاء الله سبحانه. واللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، تلوم صاحبها على الخير لماذا لم تكثر منه، وتلوم صاحبها على الشر لماذا وقعت فيه، لماذا تسوف التوبة، لماذا تؤخر الصلاة في بيوت الله، إلى متى وأنت على هذا الضلال والبدع. تلوم صاحبها على الخير وتلوم صاحبها على الشر. أما النفس الأمارة فهي التي تريد أن تخرجك من طريق الهداية إلى طريق الغواية، من طريق النعيم إلى طريق الجحيم، من طريق السنة إلى طريق البدعة، من طريق الحلال إلى طريق الحرام. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذه النفس إن لم تفطنها بطاعة الله شغلتك بالمعصية، وإن لم تلجمها بلجام التقوى شغلتك بالباطل. فالنفس كالطفل، إن فطنت الطفل عن ثدي أمه انفطم، كذلك النفس إن فطنتها عن معصية الله وألجمتها بلجام الطاعة والتقوى انقادت. فإن زلت نفسك لبشريتك ولضعفك فلست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فسرعان ما يدفعك إيمانك وعلمك بنفسك الأمارة إلى التوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا. وأنت على كل حال من هذه الأحوال على طريق طاعة الكبير المتعالي وسيد الرجال صلى الله عليه. فالنفس أمارة، فحاسب نفسك الآن أيها الحبيب قبل كل عمل وبعد كل عمل. لماذا أتيت؟ لماذا سأتكلم؟ لماذا أسكت؟ لماذا أنفقت؟ لماذا أمسكت؟ لماذا أحببت؟ لماذا أبغضت؟ لماذا خرجت؟ لماذا دخلت؟
وبعد العمل، هل كان العمل موافقا لهدي المصطفى؟ هل اتبعت رسول الله ام انا ضال مبتدع؟ فالسؤال الاول عن الاخلاص، والسؤال الثاني عن المتابعة، اذ لا يقبل الله اي عمل الا بهذين الشرطين، الا اذا كان العمل خالصا لوجهه، والا اذا كان العمل على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن يعبد بما شرعه على لسان رسوله. وهذان الأصلان الكبيران هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. فحاسب نفسك قبل كل عمل وبعد كل عمل، وحاسب نفسك على التقصير. يا نفس، يا نفس، الى متى تعصين وعلى الله تجترئين؟ يا نفس، الى متى هذا الانحراف عن طريق الله جل وعلا؟ الى متى تاكلين الربا؟ الى متى تاكلين الحرام؟ الى متى تاكلين مال اليتامى؟ الى متى والى متى تتركين الجماعة؟ الى متى تجلسين على المقاهي والشوارع والطرقات وتسمعين نداء رب الارض والسماوات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وانت قابعة على معصيتك؟ ان كنت تعتقدين ان الله لا يراك فما اعظم كفرك بالله، وان كنت تعلمين انه يراك وانت لا زلت مصرة على المعصية فما اشد وقاحتك واقل حياءك من الله جل وعلا. يا نفس ويحك، الا تعرفين قدر نعمة الاسلام؟ يا نفس ويحك، الا تعرفين قدر نعمة بعثة سيد الانام؟ يا نفس اتق الله وتوبي الى الله وعودي الى الله، فحاسب نفسك ايها المسلم محاسبة الشريك الصحيح لشريكه، وحاسبي نفسك ايتها المسلمة محاسبة الشريك الصحيح. قال ميمون بن مهران: لا يبلغ العبد درجة التقى الا اذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الصحيح لشريكه. اياك ان تغتر بطاعة، اياك ان تغتر بعلم، بل كن دائما على وجل، فانما العبرة بالخواتيم. اسأل الله ان يحسن لنا الخاتمة. هذه الصديقة بنت الصديق عائشة الطاهرة المبرأة من السماء، يسألها احد المسلمين عن قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما معناها يا أمه؟ فقالت عائشة: يا بني، أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله وشهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فقوم ساروا على ضربه وماتوا على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثله. عائشة لا تغتر بنسبها، لا تقول انني زوج النبي، بل والله لقد بشرها المصطفى بالجنة. لا تغتر، تعرف قدر النفس وخطر النفس ولؤم النفس. وهذا فاروق الامة عمر، ينام على فراش الموت وما ادراكم ما عمر، تعجز العبارات عن وصف عمر. عمر الفاروق ينام على فراش الموت بعدما طعد، فيدخل عليه ابن عباس فيثني عليه الخير كله، فيقول عمر: والله ان المغرور من غررتموه، وددت ان اخرج اليوم من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله لو ان لي ملء الارض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه. وهذا هو معاذ بن جبل حبيب المصطفى الذي قال له رسوله: والله اني لأحبك يا معاذ. لما نام على فراش الموت بعدما اصيب بطاعون الشام قال لاصحابه: انظروا، هل اصبح الصباح؟ هل اصبح الصباح؟ هل اصبح الصباح؟ ثم بكى معاذ وقال: اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار. وهذا سفيان الثوري امام الورع والحديث، ينام على فراش الموت، فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له: حماد، ابشر يا ابا عبد الله، انك مقبل على من كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين. فبكى سفيان وقال: اسألك بالله يا حماد، افظن ان مثلي ينجو من النار؟
ونحن جميعا يقول كل واحد منا: أتظن أن مثلي لا يدخل الجنة؟ فيا أيها المسلم لا تغتر بطاعة ولا تغتر بعلم ولا تغتر بعمل، وكن دائما على وجل كما كان رسول الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. فحاسب نفسك بعد كل عمل، وحاسب نفسك بعد كل معصية، وحاسب نفسك على كل تقصير، وحاسب نفسك على كل تفريط. إلى متى؟ إلى متى تسمع عن الله؟ وإلى متى تسمع عن رسول الله وأنت مفرط وأنت مضيع؟ إن الموت يأتي بغتة، وإن أقرب غائب ننتظره هو الموت. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت، ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان: فما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله لتعلم ما لك عند الله. فقال سليمان: وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال أبو حازم: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أين أنت؟ فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فكيف القدوم على الله غدا؟ قال أبو حازم: أما العبد المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى مولاه. أسأل الله أن يذكر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصطرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اصطرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اصطرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وإن أردت بالناس فتنة فاقلبنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مفرطين ولا مضيعين، ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بتحرير الأقصى المبارك، اللهم أذن بتحرير الأقصى المبارك، اللهم أذن بتحرير الأقصى المبارك. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود وأتباع اليهود وعملاء اليهود. اللهم حرق قلوبهم واملأ بيوتهم نارا. اللهم حرق قلوبهم واملأ بيوتهم نارا. اللهم كما سخر اليهود من رسولك فانتقم لرسولك يا رب العالمين. اللهم انتقم لرسولك يا رب العالمين. اللهم انتقم لرسولك بعد خذلان المنافقين. اللهم انتقم لرسولك بعد خذلان المجرمين. اللهم انتقم لرسولك بعد خذلان الخائنين. اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا وبعثنا. اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا وبعثنا. اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا وبعثنا. اللهم ارحم بعثنا واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وانتقم من المجرمين المنافقين الذين ضيعوا مكانة سيد النبيين برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، 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 وأتباع اليهود، وعملاء اليهود، وعملاء اليهود. يا عزيز يا حميد، يا عزيز يا حميد. اللهم انصرنا فلقد قل الناصر. اللهم أعنا فلقد قل الوعيد. اللهم أعنا فلقد قل الوعيد. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا.
اخذنا بما فعل السفهاء منا. لا اله لنا سواك فندعوه، لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الاحسان يا دائم المعروف، يا عظيم الاحسان يا دائم المعروف، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره اركان عرشه، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف الهم عن المهمومين. اللهم اشف همنا وفرج كربنا، اشف الهم عن أمة حبيبك، فرج الكرب عن أمة حبيبك، قيض للأمة القائد الرباني، أبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل حظي من ديني قولي واحسن نيتي وعملي، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. وقبل ان اغادره